مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مهارات جديده ووصفات جميله وبسيطه. بدات بقى شويه الاجواء كده ايه محتاجه شويه وصفات سريعه. اصدقائنا اللي طلبوا حاجات خاصه بالعدس احنا جمعناهم النهارده في الحلقه، اتمنى تعجبكم عشان يعني بنحاول نرضي كل اصدقائنا اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي او من خلال الصفحه الشخصيه للشيف عظيم حمدي بالعربي علشان نعمل الحاجات البسيطه السريعه. خلينا نقول كده اول وصفه هنبدا فيها، احنا النهارده هنعمل وصفتين، وصفه بالعدس بجبه ووصفه بالعدس الاصفر. مقرمشات لطيفة جدا للناس اللي يعني نباتية الفيجيتيريان اللي ما بيحبوش ياكلوا فراخ ولحوم. خلينا أول حاجة نقول المجدرة المصرية، المجدرة هي رز وعدس بجبة، وصفة كده جميلة فيها من الكشري شوية لكن أسهل شوية. طبعا غير الكشري الإسكندراني احنا عملناه قبل كده وبرضه ليه مذاق. عندي 3 كوبايات من الرز المصري العادي، وعندي 3 كوبايات من العدس بجبة، وعلى حسب حضراتكم تحبوا العدس اكتر او الرز اقل او العكس دي ترجع لكم. طيب عندي بصل متقطع جوليان عشان يتحمر ويبقى كريسبي، وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي كمون وملح وفلفل ومرق هسقي بيه الوصفه دي. هي من الحاجات الجميله وينفع مرق خضار على فكره، مفيش اي مشكله خالص. وتقدروا تضيفوا لها لو انتوا عاوزين فص ثوم او فصين ثوم براحتكم، بس انا زي ما بقول لحضراتكم في بيقدموا معاها شويه صلصه إذا أنتوا حابين يعني. لكن هي كوصفة حاجة كده عاملة زي الكشري الإسكندراني، لكن طبعا الكشري الإسكندراني بيتقدم معاه البيض المزغلل أو البيض المدحرج. لكن إحنا النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة، واللي عايز يضيف فصين توم على فكرة مش هيقولوا لأ وهيبقوا طعمهم حلو قوي. أنا هاخد كده شوية من الزيت، خليني أخد بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة أشوح شوية البصل ده، المفترض ان انا اشوحه في الزيت هنا، وبعد ما ياخد اللون هعمل المجدره في نفس الايه الحله دي او المكان اللي انا هطبخ فيه. هاخد كده رشه ملح بسيطه على الايه على كده على البصل اللي انا مقطعاه كده جوانح، بتدي طعم. البصل ده بيبقى ليه طعم كده لما حتى يتدق لوحده تحسوه كده ايه طعمه جميل ومتملح يعني جميل. طبعا اللي مش عايز يحمر وعايز يدخل البصل الفرن هيعمل كده مفيش مشكله خالص. يبقى احنا هنفرفط البصل ده على في معلقه نشا او معلقه دقيق، وهنحطه على ورق زبده وصاج وندخله الفرن يتحمص ونقلبه كده ما بين حين واخر. احنا عملنا كده قبل كده وطلع لونه جميل وخفيف وما فيهوش اي زيوت كتيره ولا اي حاجه. خليني اشوف انا هنا، هما دايما بيحطوا لي شويه كده من الدقيق، بس انا طبعا مش هحتاجهم دلوقتي، بسخن بس الزيت شويه وخليني ابدا اشوح البصل الجميل ده. هاخد كده معلقه خشب بسم الله، وهنبدا بقى نشوح البصل ده مع بعض، وبرده رشه الملح دي اللي بتساعد ان البصلايه على طول تنزل الميه بتاعتها وتبدا تديني اللون الحلو. طبعا بشكر كل اصدقائي اللي بيبعتوا لي على الصفحه، وشكرا لحضراتكم اللي بنزل لكم الحاجات اللي حضراتكم بتطلبوها، عشان لو لينا اصدقاء بيتابعونا من خلال شاشه الاهلي وما شافوش الحلقه وحابين ان هم بيتابعوا الصفحه بنزله لحضراتكم تاني الوصفات عشان تشوفوها. والحلقه بتاعه الكريب ان شاء الله هنزلها برضو علشان حضراتكم تشوفوها مقادير مظبوطه وجميله. عملنا احنا الكريب الحادق وعملنا الكريب الحلو، واشتغلنا كمان الكانيلوني علشان يبقوا الوصفات اللي دايما تعتمد. يبقى احنا عملنا 3 وصفات من العجينه بتاعه الكريب دي. وطبعا قننا كميه البيض، ما اشتغلناش يعني بكميه بيض كبيره علشان نقول انه يقدر يتعمل ومش بالضروره يبقى فيه كميه بيض 5 بيضات والارقام الكبيره في البيض دي. هو الكانيلوني عاده بيتعمل بنسبه بيض اعلى شويه، لكن انا الحقيقه بعمل الكريب عندي ب2 بيضه، وبطلع برده الكانيلوني بيبقى بنفس نفس كميه البيض، مفيش اي مشكله. اللي عايز يزود وعنده امكانيه مفيش مشكله خالص. بصوا بقى كده بشوح بقى تشويحه حلوه. اولا البصل لما بيتشوح بيدي طعم كده حلو،
ولما هاجي بقى انزل العدس بجيب، العدس بجيب ده ممكن تجيبوه من عند العطار، انا شايفه انه هيبقى افضل. ليه بقى؟ لان العدس اللي من عند العطاره او العدس الانواع اللي هي بشتري نص كيلو فهم 500 جرام على الميزان. لو اشتريت كيس اعتقد هو مش هيبقى 500 جرام بالملي يعني. بصوا الحبه حلوه وده بتاع العطاره جميل جدا زي ما حضراتكم شايفينه كده. بتاخده 500، انا اقول له نص كيلو هيوزن لي نص كيلو، لكن انا هشتري نص كيلو من السوبر ماركت بس هو مش هيبقى في الواقع نص كيلو. طيب بشوح بقى الحبه الحلوين دول البصل، انا هنا طبعا مشوحها شويه بس انا هحط شويه منهم في تسويه على الوش عشان ياخدوا طعم كده برضو مع بعض. لكن اللي عايز يضيف بقى شويه ثوم او فص ثوم مثلا مفيش مشكله خالص، اللي يريح حضراتكم. العدس فوائده كتير جدا على فكره، من يعني البقوليات المحببه لدى ناس كتير، واحنا يمكن متعارف في مصر بنعمل. طيب احنا معانا المهندس احمد من الجيزه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك، ازيك يا شيف عظيمه يا عظيم. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. الله تسلم ايديكي على يعني الوصفات الجميله اللي بتعمليها. الله يخليك. وانا من الناس اللي كنت بتابع قناه الاهلي على طول لان انا اهلاوي قوي. تحيه لحضرتك. الله يخليك. فبتابع القناه على طول، فطبعا وانا بتفرج كانت المدام دايما تقول لي ايه ده كل شويه بشكر قناه الاهلي قناه الاهلي. فكانت جت اتفرجت كده مره معايا ما لقيت الايه، لقيت البرنامج بتاعك. فراحت قاعده جنبي وقاعده تتفرج من ساعتها وهي معاكي ما شاء الله. اجي ابص شرف ليا يا فندم والله. الاهلي قبليه شرف ليا يا فندم والله، دي حاجه جميله يعني، ارجو ان انا اكون عملت حاجه كويسه. بس لا 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 ده هي بص ده متابعاكي متابعه فظيعه يعني دلوقتي ما شاء الله. كل يوم قاعده قدام البرنامج وعارفه الميعاد الساعة كام والكلام ده، وهي بص هي جنب ايه عايزه اتكلمك قوي يا فندم. يشرفني طبعا. خلاص تتكلمك بقى طبعا. اتفضل يا فندم. مبسوط قوي ان احنا كلمناك يعني. ربنا يخليك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اتفضل يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أنا سعيدة قوي إن أنا كلمت حضرتك والله. تسلمي لي يا فندم والله، ده شرف ليا أنا، صدقيني محبتك دي ومتابعتك على راسي من فوق. حقيقي إحنا بنشكر قناة الأهلي اللي جابت لنا شيف مميزة زي حضرتك. تسلمي لي يا فندم والله، شرف ليا، شكرا لحضرتك، أسعدتيني بكلامك ده بجد. حبيبة قلبي كل وصفاتك جميلة جميلة. تسلمي لي يا فندم والله، شكرا لحضرتك. أشكرك. تسلمي لي، شرفتيني يا فندم ونورتيني. شكرا جزيلا والله. شكرا جزيلا بجد، يعني الكلام ده جميل وغالي عليا جدا وبيفرق معايا بجد قوي، لانه خلوا بالكم طبعا كل مشاهدين قناه الاهلي اكيد عارفين انه الاهلي احنا متعودين انها قناه بتقدم كوره واستوديو تحليلي، وصعب ان كان يبقى فيها فعلا برنامج مطبخ، وكان يمكن التفكير الاساسي اللي اتبنى عليه انه يبقى في لاين يهتم بسيدات النادي الاهلي او هوانم النادي الاهلي اللي بيتابعوا كمان قناه الاهلي، علشان يبقى في جزء من الـ 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 الاهتمام بيهم ولو بنسبه بسيطه من خلال برنامج مهارات عظيمه. اتمنى ان انا اكون يعني واجهه مشرفه للقناه ولحضراتكم وللسيدات وهوانم الاهلي انهم يبقوا يعني بيتابعوني بشكل ومبسوطين من اللي بيتقدم. شكرا جزيلا لحضراتكم. انا بصوا بقى بقلب كده تقليبه حلوه، بصوا بدا البصل ومش محتاجه كميه زيت كتيره والله ولا اي حاجه، حاجه بسيطه. بصوا بدا ياخد اللون، طبعا لو عايزين تدوله يعني الراجل اللي بيعمل الكشري انا ما شفت بصراحه عند حد مشهور طبعا في وسط البلد من الناس القديمه قوي، لا بينزل البصل في كميه زيت كتير وبيفضل يقلبه بياخد اللون ولا بيحط دقيق ولا بيحط حاجه، بس واحنا هنا برضو هيعمل كده، لكن انا بقول للناس الا احيانا ما بيظبطش معاهم. هو الفكرة بس في التقطيعة حضراتكم، التقطيعة لازم تكون رفيعة وقد بعض علشان يبقى مظبوط معانا، ودي حاجة مهمة. طبعا أنا مش عايزة إيه أحمره زيادة. بصوا هي الدرجة دي معانا. أم إسلام يا صباح الفل. صباح الخير يا حبيبة قلبي. يا روح قلبي صباح الفل، يا روح قلبي. صباح الهنا على عيونك يا حبيبتي. يا روحي صباح الفل والرضا من رب العالمين حبيبتي. ربنا يبارك لك، ربنا يحب فيك خلقه كمان وكمان. امين يا رب. يا روح قلبي والله امين. والله ما تتصوري انا سعيدة بمكالمة الباشمهندس احمد. يا ربي يخليك. قد ايه وهو وزوجته. ربنا يحب فيك خلقه يا رب. حبيبتي تسلمي. انا بقول لك الناس كلها بتحبك وفعلا حبيبتي. احنا
احنا بنشكر قناة الاهلي ان هي فعلا يعني برنامجك على راسنا من فوق، وقناة الاهلي فعلا على راسنا من فوق حبيبتي، تسلمي ان هي فعلا جابتك يا عظيمة، وانت فعلا اسم على مسمى. يا رب يخليك يا حبيبتي، سلميلي سلميلي يا مو اسلام والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين امين يا رب العالمين ويخليك. وانا مستنيه بقى الطبق الجميل يجي. الله حاضر، بس كده عنينا الاثنين. قلبي ربنا يسعدك يا حبيبتي. امين ويخليكوا ليا والله. شكرا لحضرتك جدا حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني، والف سلام عليك يا حبيبتي. بصوا بقى انا حطيت العدس والرز وحطيتهم مكان الزيت اللي شوحت فيه البصل. البصل بس يعني يهدى بس، وهتلاقوه قرمش وجميل اهو. هحط بقى منه شويه بس، وانا بسوي هنا بقى كده هاخد كمان شويه من الكمون. رشه الكمون دي مهمه قوي بقى مع الوصفه الحلوه دي. طبعا رشه ملح بسيطه، انا مش هحط كتير عشان انا هسقي بمرق، فانا بس رشه الملح ورشه الفلفل بسيطه، ونقلب تقليبه حلوه. بصوا وده البصل، بصوا بقى الجمال هنا كده. بسم الله، ونسقي بقى بالمرق بتاعنا. خليني بس اقلب كده بالاسباتولا. بسم الله الرحمن الرحيم، دي وصفه جميله. عايز يعمل صوص او صلصه جنبها ماشي، فيها فصين ثوم كده وطماطم. بسم الله، هنهدي بقى النار هنا كده. ايوه، ونقلب بقى تقليبه حلو. ايوه طبعا، هي شبه الكشري، هما بره بس طعمها جميل. هي بقى بتتعمل في كده يقولوا ايه، في حله واحده تبقى رائعه للناس اللي بتحب بس الرز بعدس. انا والله ساعات بحب الرز بالعدس لوحده، ما بحبش الكشري كامل بالمكرونه، يعني احب اكله كده معاه شويه صوص وشويه البصل، ده مهم قوي قوي، وايه والدنيا بتبقى جميله. انا بس ايه هقلب كده تقليبه حلوه. احنا قلنا كل كوبايه، انا هعتبر نفسي بعمل رز عادي مش بعمل رز وفيه عدس عشان ما ازودش الميه ويعجن مني. هتعامل معاه لانه رز عادي جدا، كل كوبايه رز مصري جافه عليها كوبايه ميه مغليه فقط، ما بزودش. الرز البسمتي هو اللي قد يزيد، وعلى حسب لونه، اسف على حسب نوعه، علشان في انواع بتبقى لازم تتنقع، ودي الانواع اللي تبقى شويه مش مصريه لازم نحترمها، عشان الرز بتبقى اطول فبتحتاج نسبه ميه اكتر، فلما بتتشبع شويه كويس وتتنقع وبعدين تتصفى بتبقى اخذت كده يعني رونقها. اما بنضيف لها بقى الكوبايه وربع ميه او ونص ميه بتبقى الدنيا مظبوطه معاها جدا. وبرضو انا لما بنقع ما بحطش كوبايه ونص، بحط كوبايه وربع. انا بس هزود سنه تغلي، اول ما يغلي معايا هبدا اهدي نار واسيبه يتشرب كويس جدا. هنا بقى بصوا في شويه بصل هنا هحطهم هنا كده على الوش، بس لما تغلي وتتشرب تديني الطعم الحلو ده اللي ايه اللي احنا حمرنا فيه البصل. وهنقلبهم بقى في وسط بعض كده، وتعالوا بقى ايه نقفل وناخد حبيبه. اهلا وسهلا، انا بحبك قوي يا شيف عظيمه، وانا كل يوم بتفرج على حلقاتك حبيبي، عشان بروح للكورس وبتفرج عليكي على اليوتيوب. يا نور عينيا حبيبه، والله انا مبسوطه انك بتتابعيني يا حبيبه قلبي، وطبعا ربنا يوفقك يا قلبي. كان نفسي تعملي لي الكوكيز. الكوكيز احنا عاملين حلقه كوكيز، اتفرجي عليها هتعجبك قوي. هتشوفيها يوم ايه يا رانيا؟ الاربع. هتشوفيها يا حبيبه الاربع، الاربع او يوم الحد على حسب، او السبت، يبقى الاربع او السبت ان شاء الله. اتفرجي عليها تعجبك يا حبيبه. تسلمي لي يا روح قلبي. انا عملت كوكيز يعني طريقه سهله قوي، ماما مش هتتعب فيها ولا حاجه، وحطيت فيها شوكليت شيبس من اللي انت بتحبيها، وما بتاخدش وقت، وتاخديها معاكي في السكول وتفتكريني وتقولي مامي تسلم ايديكي على الحاجات الحلوه اللي اكيد هي هتعمل لك احلى منها ان شاء الله. طيب انا دلوقتي بقى ايه، بص هيبدا بقى يغلي كده، هروح مهديه النار وسايباه تمام. البصل ده بيدي طعم حلو قوي مع الوصفه دي. اللي عايز يعمل شويه صوص او صلصه مفيش مشكله. انتوا عارفين زي ايه فكره يعني في ناس كتير زي مثلا الكشك الصعيدي، لا شويه جوه كده الخليط بتدي طعم كده حلو للرز والعدس.
وبعدين نحط شويه على الوش اللي حابب في التقديم، بس اللي عايز بقى يعمل صوص تمام. عارفين الكشك الصعيدي انا طبعا بحبه جدا، بحبه بالبيض. احنا عايزين نعمل مع بعض ان شاء الله الكشك الصعيدي على اصوله، ونقول يعني بطريقتنا السريعه، مش زي اهالينا طبعا في الصعيد بيعملوه على اصوله، لكن هنحاول ايه نعمله بشكل لطيف لانه مفيد جدا، ونعمله بالبيض ونعمل منه الكشك الصعيدي زي ما عملنا كشك الالمز او الالمزيه. هنعمل الكشك الصعيدي ومش هيبقى فيه الحبوب والتحبيبه اللي بعض الناس بتتضايق منها، هنعمله بشكل جميل. وممكن بقى الكشك ده اللي يتقدم جنبه شويه صوص او صلصه حمراء، في ناس بتحب تضيف عليه قوي. تعالوا بقى دلوقتي نستسمع حضراتكم قبل ما نستعد لل يعني الوصفه اللي جايه. الوصفه اللي جايه يعني فيها مقرمشات لطيفه هنعملها بالعدس الاصفر. تعالوا نطلع الاول استراحه ونستسمع حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نشوف هنعمل الوصفه الجميله دي ازاي. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.